5G قادم في الفئة المتوسطة، بس أنا ما عنديش 5G في مصر أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مدحت كوكا. سامسونج بتستعد لإطلاق تليفون جديد في الأسواق في الفترة الجاية. طبعا كلنا منتظرين سامسونج نوت 10، وهواتف سامسونج طبعا معروفة بتكون منتظرة من السنة للسنة، وهي هواتف الفلاجشيب المعروفة اللي بتقدمها سامسونج، بتقدم إمكانيات رائعة جدا. طبعا كلنا عارفين سلسلة الـ A من سامسونج، طبعا شفنا A50 و A30 و A20 و A70 و A80 وكل السلسلة الهواتف السلسلة اللي بتقدمها سامسونج لينا في الهواتف، من ضمن الهواتف منخفضة التكلفة أو الهواتف المتوسطة والهواتف العليا، لكن كلها ضمن فئة الـ A. وآخر تليفون شفناه كان A80 اللي بيقدم كاميرا بتلف، اللي هي بتقدر تصور كاميرا، الكاميرا الأمامية هي الكاميرا الخلفية لكن بتطلع وبتلف. تليفون A90 هيكون أول تليفون من السلسلة دي هيقدم الـ 5G. طبعا سلسلة الـ A من سامسونج طبعا قدمت تليفونات حلوة جدا، قدمت سامسونج بشكل تاني وشكل جديد. كانت سامسونج بدأت تفقد السوق في الفترة دي، لكن بعد ما نزل سلسلة الـ A زادت شحنات سامسونج وزادت المبيعات، زي ما شفنا في التقارير اللي بتقدم ان هي سامسونج مبيعاتها ارتفعت مرة تانية في خلال الفترة اللي قدمت فيها تليفونات او سلسلة الـ A. التسريبات ظهرت عن التليفون بعد ما اخد التليفون شهادة الاعتماد من واي فاي اليانس، وده بيأكد ان التليفون جاي قريب جدا جدا، واكيد هيجي بعد اعلان النوت 10 اللي هيتم اعلانه في الفترة اللي جاية. بعد الاعلان ده اكيد سامسونج هتبدأ تعلن عن التليفون الجديد القادم من سامسونج، وهيبان الامكانيات بتاعته او الامكانيات اللي هتظهر في التليفون. طبعا شفنا اخر تليفون من سامسونج كان الـ A80، فكان الشاشة بتاعته كاملة والكاميرا بتاعته بتلف، وكانت الكاميرا الاساسية هي الكاميرا الامامية، لكن الكاميرا بتطلع وبتلف. لكن شفنا تليفون بشاشة كاملة، فهل التليفون هيدعم نفس التقنية دي ولا هتستغنى سامسونج عن التقنية دي وهتشتغل بتقنية تانية تكون مثلا زي هواتف ون بلس اللي فيها الكاميرا منبثقة؟ فهل السعر برضو هيكون في حدود نفس سعر الـ A80 وهينخفض سعر الـ A80 ساعتها، ولا هيتشوف التليفون ده بسعر أعلى؟ استنونا في حلقتنا اللي جاية عن تسريبات جديدة وتقنيات جديدة في العالم التقني وأخبار التقنية معانا هنا في القناة. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس، ولو عجبتك الحلقة تعمل لايك وشير للحلقة. سلام. في ظل انتظارنا لهواتف سامسونج القادمة، و بس انا ما عنديش 5G في مصر اصلا.